السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم اشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. ابتداء سائل يسأل: هل هناك شروط للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ نعم، هناك شروط وضعها العلماء الذين قبلوا العمل بالحديث في فضائل الأعمال، العمل بالحديث الضعيف. منها ألا يشتد ضعفه، منها ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، منها أن يندرج تحت أصل من الأصول كأن يكون الحديث في فضل الأعمال مثلا في الأذكار تحت قوله تعالى: اذكرون ذكرا كثيرا، وهنالك شروط أخرى. وبالله التوفيق. السلام عليكم. اغفر الباب يا عبد الرحمن. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا خيرك يا مولانا. الحمد لله. في عندي سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل، مش لازم تشغل المكيف بس تفضل. ابني كان نظر نذر، يعني قال لو ما دخلتش الجيش ان شاء الله يعني هيذبح خروف. تمام تمام. ف ان شاء الله الحمد لله خد معافاة. طيب الحمد لله. فدلوقتي هو مش قادر يوفي النذر. في ذمته إلى أن ييسر الله عليه. تمام، يعني هو واجب عليه مع ال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني حضرتك هو واجب عليه مع التراخي، يعني لازم الوفاء بالنذر ما دام في استطاعة. إذا عجزت بعد كده دين عليك لله تؤديه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يجري الآن تسجيل هذه. الحمد لله. تفضل يا شيخنا، عندي سؤالين وأستأذنك أصبح واحد ليا حتى تستمع لي يعني. نعم. بقول لحضرتك عندي سؤالين وأستأذنك يعني كنت صبر حضرتك راحب ليا للسؤالين يعني. الله المستعان. جزاك الله عنا خيرا يا رب. حياكم. يا شيخنا دلوقتي انا الحمد لله امام مسجد، ولكن مش الامام الراتب يعني الامام الراتب لما بيكونش موجود فانا بكون الامام بعدي. تمام تمام. فحضرتك في يعني شخص مسك المسجد، يعني هو شخص يعني ليس ملتزما يعني، بس هو مسك المسجد بيفتح المسجد مثلا وهكذا يعني. فحضرتك الشخص ده بينفر الناس من الصلاه يعني، يعني احنا محددين الصلاه حضرتك على لوحه كده كاتبينها في المسجد ان مثلا الفروق بين الصلوات.
حضرتك يعني عدى وقت العشاء، عندنا وقت العشاء كنا حاطين ربع ساعة بين الإذان والإقامة، والإمام الراتب ما كانش موجود، فأنا الإمام الثاني اللي بعد الإمام الراتب يعني. فحضرتك عدى ربع ساعة تقريبا وثلث ساعة وداخلين على 25 دقيقة ولسه الصلاة إيه ما اتقامتش. تمام حضرتك معانا يا شيخنا؟ ايوه معك تمام. وبعدين السؤال تمام. فحضرتك في شخص ثاني قام، وأنا يعني إيه سمحت للشخص ده إن هو يقيم الصلاة، فجه الشخص حضرتك اللي هو ماسك المسجد ده، فده يعني راح يتخانق مع الشخص ده، او يعني بيقول له ليه تقيم الصلاه وفي حد يعني هو اللي اذن فهو اللي يقيم. فانا كلمت الشخص المسؤول عن المسجد وقلت له لا ما تتكلمش كده في المسجد، المسجد ده ليه امام، ويعني طالما الامام الاساسي مش موجود انا مكانه هنا، وانا اللي اتكلم واقول مين اللي يقيم ومين اللي ما يقيمش. تمام. فحضرتك ما يعني حصلت مشاكل في المسجد وحصلت شكاره في المسجد، والشخص ده دايما يعني بيعمل مشاكل في المسجد وبيخلي النهاية بس يا أخي، وقت المسلمين ما يضعش في الهوس ده. إيه السؤال؟ ما السؤال؟ السؤال يا شيخنا حضرتك، هل يعني هل انا اللي يحق لي ان انا يعني امر وانا في المسجد بعد الامام الراتب؟ هو ما مهمته؟ ما مهمة هذا الرجل؟ هو حضرتك بيفتح المسجد ويأذن وهكذا. أو هو الأذن ويقول أنا أذنت أنا أقيم، نعم وهو تأخر عن الأذان. تأخر تقريبا يعني على الوقت الأساسي 10 دقائق يعني يا شيخ. وما سبب تأخره؟ سبب تأخره حضرتك إن هو يعني بيغير في صلاة الراتبة، يعني بيبقى يعني يقعد تقريبا 5 دقائق يصلي راتبة، وغير كده بيدخل يتوضأ في المسجد، فبيغيب جدا يعني، والناس بتبقى قاعدة عايزة تقوم الصلاة وبتنفر منه. كيف يغاب في الصلاة الراتبة؟ في السنة الراتبة يعني تقصد؟ يا شيخ سنة العشاء. الأمور ما قلت له تستاهل، لا الأمور لا تستاهل هذا الخلاف يعني. فحضرتك قلت له لا ما يصحش كده، قلت له انا اللي يعني هنا في مكان الامام الراتب وانا اللي اتكلم، فهل يحق لي حضرتك ان انا مين اللي قال لك اتكلم ان وانا؟ عفوا مين قال لك ان المسجد حكومة ولا مسجد ايه؟ أهلي. مسجد عادي، مسجد عادي يا شيخ. مسجد أهلي. نعم. والله كلاكما له حق، لكن يعني ما ينبغيش ان الامور تاخذ بالتشدد هكذا، الامور اسهل يعني. حتى لو تعصب قول له معلش باسلوب طيب، معلش انت تاخرت، والناس يعني انضغطوا، بس كده كلام طيب. انما انا الحق وانا اللي امر هو النهي. شايف ان انا اللي اذنت فانا اللي اقيم وانا اللي اتولى كل حاجه، قلت له لا ده مش صح يعني، الناس ورايا يعني لا شغل بس ولا حاجه. اللي اذن هو الاولى ان يقيم، ده باعتبار اللي اذن هو اولى ان يقيم، لكن كل ما هنالك انك تاخرت، معلش انت احق ان تقيم صحيح، لكنك تاخرت والناس تعبوا، بس باسلوب طيب وانتهى الامر. يا شيخنا لكن الإمام لو قال مثلا حد يقيم ويأمر وأنا في المسجد، هو ليه السيادة في المسجد يعني؟ ما هو الإمام له سيادة في جانب والثاني ما له سيادة في جانب، بس الثاني مسؤول عن النظافة وعن الفتح والقفل، هو الذي أذن. نعم يعني الإمام لا يؤثم من نوجه في يعني الناس وكده في لا ما فيش اسم ولا حاجة، الأمور أخف مما أنت حاملها يا أخي، أنت لازم تكون يعني أحسن من كده شوية في التعاملات. ما يا شيخنا ما حضرتك ما لازم الواحد يعني يبقى في سيطرة على المسجد، بحيث ان ترى ما انت فيش اصلا اشخاص مالكش ممكن صفة تتكلم مثلا اصلا، معاهم. انت مالكش صفة اصلا، لا حضرتك انت انا ليست الامام لك الثاني بعد صفة. الامام الراتب يعني. هو الامام الراتب، في امام راتب للمسجد، وكل واحد وكلك النهارده وكل غيرك غدا عادي يعني، مش الامر سهل، الامر سهل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بسمك يا شيخ، انا في حاجة عايزة اقولها لحضرتك بالنسبة للاخ اللي هو عايز يتقدم للاخت اللي هي عندها 32 سنة، وهو اصلا متزوج يعني. ايه المطلوب يعني؟ ما المطلوب؟ يا شيخ انا تزوجت وانا عندي 27 سنه، اخ برضه بيعدد، ومراته هي اللي كانت خضاني ليه، وفي الاخر بقالي 3 سنين ما بيصرفش على عياله ولا مليم. يعني انت اللي عندك 32 سنه اللي رغبه في الزواج؟ لا مش انا يا شيخ، انا بقول لحضرتك انا زيها، انا كنت زيها في يوم من الايام وكان عندي 27 سنه وتزوجت انسان برضه بيعدد عشان سنه سن سن يعني عشان سنه وكده. عبد الرحمن وفي الاخر هو رجع لمراته وانا اللي بصرف على عيالي بقالي 3 سنين. الاحوال لا تضطرد يا اختي، مش كل الاحوال مثل بعضها. انا بقول لحضرتك يا شيخ والله عشان عشان حضرتك يعني بيبقى قلبك على الناس، ايوه والله ما هو عزيزه عفوا بقالي 3 سنين كل واحد ورجع لمراته وهو مليونير، مليونير يا شيخ وما بيصرفش على عياله ولا مليم. يا اختي مش كله كده يا اختي،
مش كل الناس. لا حضرتك شايفه يا شيخ، انا قلت برضه اقول لحضرتك على نفس الوضع بالظبط. ايوه بس عشان تحذر الناس برضه. هل كل الناس زيك وكل الناس مثل زوجك؟ مش كله كده. ربنا قال وقد خلقكم اطوارا، خلقكم اطوارا، الناس تختلف. زيد ليس كعمر وانت لست كام المحسنين، الناس تختلف. الناس يا شيخ لحضرتك. الناس يختلفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. بارك الله فيكم ونفع بكم يا شيخنا. وإياكم اتفضل. شيخنا أنا موجود بالسعودية، شغال بشركة بالسعودية. أيوه. شغال براتب أساسي طبعا، ومع الراتب بيبقى فيه عمولة كل شهر على حسب ظروف الشغل يعني. ماشي. في بداية شغلي يعني أنا كنت نويت كده إن العمولة هطلع منها نسبة كده إيه أتصدق بيها يعني. أيه. ومشيت على كده فترة، بعد كده يعني تكسلت يعني لظروف المعيشة وكده. فهل أنا نيتي دي تعتبر نذر؟ أنت تلفظت؟ ما تلفظتش، أنا يعني نويت بيني وبين نفسي كده يعني. لم تتلفظ؟ لم تتلفظ؟ نعم لم تتلفظ. هو حقيقة يا شيخنا أنا مش فاكر بصراحة تلفظت يعني. هي كانت مش فاكر. عفوا مش فاكر. الأصل براءة الذمة إلا بيقين يعني. لو أنت مش فاكر خلاص أنا أعتبرك منها، لأن الأصل براءة الذمة إلا باليقين يعني. هي إنما هي لو نية بينه وبين نفسه ما تعتبرش نذر. لا لا، ما دام تتلفظ لا بأس. بارك الله فيك. الله يفرج كرب اخواننا في غزه وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، واخذل عدوه وعدوهم يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا عبد الرحمن منديل كده. اتفضل اتفضل. تفضلك الله يا مولانا. دلوقتي والدي في الارض بتاعتنا ورثه، تمام؟ ايوه خلاص. انا اخواتي ليا 5 اخوات متجوزين. طيب. والدي متقاعد يعني ما بيشتغلش من 2005. ماشي بعدين. ماشي. فالمهم ان هو عايز يكتب لكل واحد مننا مثلا نص فدان. ابوك عنده كام فدان؟ ابويا عنده حوالي 5 فدادين. وانتوا كام واحد؟ احنا 3 صبيان و6 بنات. 3 صبيان و6 بنات، يعني العدد 12. طب كل واحد نص فدان، هتيجي ازاي بقى كده الان؟ هو عايز يكتبه يعني ايه، عشان احنا كنا شغالين على درعينا وبتاعه واشترينا ارض. يعني يكتب للبنين دون البنات. فهل هو قاسم يعني يشيل ذنب من كده او ما يشيلش؟ فاحنا متخوفين ان هو يعمل كده ويشيل اللي هو ذنب. ما هو في هذه الحال اذا كان سعيكم هو سبب تنمية الارض يكتب لكم قدر سعيكم. لكن إذا كانت الأرض اشتريت الأرض بكدكم، وأصل الأرض الأولى دخل عليكم دخول ثانية. إحنا كان عندنا مواشي وعندنا غنم وكان في خير، وإحنا اشتغلنا باليومية واشتغلنا زي ما اشتغلنا، واشترينا من عمتي ورث عمتي واشترينا وخلصنا الأرض، كان لها فدان ونص واشتريناهم. إذا كنت تريد الأحوط لدينك لا يفعل، إذا كنت تريد الحكم فيجوز أن يكتب لكم قدر سعيكم وقدر اجتهادكم لتنمية الأرض. نعم. ماشي يا شيخ. الله يكرمك. بارك الله فيك يا عبد العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ كيف حالكم؟ الحمد لله تفضل. شيخ انا هل ثبت في تخليل اللحيه اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت اي خبر عن رسول الله في تخليل اللحيه. لم يثبت شيء في ذلك. نعم. اذا يعني انتهى الامر خلاص. يعني لا يستحب التخليل. قلت لك علمي لم يثبت عن رسول الله اي حديث في تخليل اللحيه. كونك تخلل او لا تخلل مساله اخرى. نعم بارك الله. مرحبا شيخ محمود العزبي وفقك الله. مروه بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا الكريم اتفضل. سمحت شيخنا اسئله. بالنسبه شيخنا لمساله التهجير بالصلاه، هل يشترط انه يكون قبل الاذان؟ لا طبعا التبكير بالصلاه. لا لا مش التبكير يا شيخنا، التهجير.
لا لا، التهجير ليس قبل الصلاة، لا، قال ليس قبل الوقت. يعني التهجير هو التفجير، التفكير يعني عامة. أي التهجير؟ لا يجوز أن تصلي صلاة قبل وقتها إلا في مسائل الجمع بضوابطها. أو أنا البخاري لقيته عمل باب التهجير بصلاة الظهر، وبيقول يعني إن تحته حديث، فاللي أنا فهمته يعني من كان شرح الشيخ ابن عثيمين في الحديث إن هو يعني إن الواحد يروح بدري يعني صلاة الظهر، وبالتالي كان كتب إنه في عامة الصلوات. التمكين ليس معنى التهجير أنك تبدأ الصلاة قبل وقتها، نعم. يعني في فارق بين أنك تصلي الصلاة في وقتها، تبادر بصلاتها في وقتها، لكن كونك تصلي الصلاة قبل وقتها لا يجوز إلا كما أسلفت في الجمع للمسافر. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أطال الله في عمرك يا رب في طاعة الله. وزادك علما يا رب. أنا وياك كنت يا عايزة أسأل سيدي. سؤال. أنا والدي متوفي يعني من 11 سنة. قل الله يرحمه. ويا قل رب اللهم آمين. والمفروض إن بيبقى طالع يعني فلوس بتتحط في المجلس الحزبي. ماشي. فدلوقتي لما والدتي جت عشان تاخد أخويا يعني خلاص بقى عدى يعني السن القانوني، فراحت يعني عشان تسحب الفلوس بتاعته، فكان قيمة الفلوس يعني لا تتذكر لما وضعت لما حطيتها يعني كانت قد ايه، او لما هم حطوها كانت قد ايه. فالمهم ان هي لما سحبتهم لقيتهم 35,000، وهي بتقول لي انا فاكرة ان هم كانوا حاجة وعشرين. هل هي تطلع المبلغ اللي هو مثلا الزيادة اللي فوق الحاجة وعشرين؟ في اتجاهان في الفتوى، في اتجاهان في الفتوى. الاتجاه الأول أن تبحث عن رأس المال بالتقريب كم كان وتأخذه، والزيادة تتخلص منها. الاتجاه الثاني أنها تأخذ الجميع وليس عليه إثم، الإثم على من اضطرها لذلك، لأن البنك أخذ الفلوس منها عنوة، لم يأخذها باختيارها. البنك أخذ فلوس الأيتام عنوة وثمرها بطريقته عنوة أيضا. بارك الله فيك. شكرا سيدي الشيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. الحمد لله بخير. لو سمحت شيخنا، أريد من حضرتك فتوى في أمر معين لو سمحت. اتفضل. كان لي أحد الأشخاص الأصدقاء لي يعني، وكان في أغنية، فهو معاه برنامج كده على التليفون بيشيل الموسيقى من الأكل. طيب وبعد؟ فقلت له يعني ما ينفعش انك تتحمل الاغنيه وبعد كده تشيل الموسيقى منها، لان الموضع اللي طبعت ليه الاغنيه فهي اصلا كانت بموسيقى، فبالتالي اصبح استخدامها حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الحديث في حرمه الغناء والمعازف، وربنا سبحانه وتعالى حرم الاغاني. هو قال لي لا، فالاغاني على حسب كلماتها وعلى حسب السياق، وهي هي الموسيقى فبالتالي مش حرام. فيعني رد حضرتك ايه؟ هو أسد رأيا منك. نعم، هو أفضل، أسد رأيا منك. هو نظر أفضل. النظر إلى كلمات الأغنية، افترضنا كلمات طيبة وتثير تحرك الشخص للطاعات والجهاد في سبيل الله، والمحظور أبعد اللي هو الموسيقى، وبقيت الكلمات الطيبة لا بأس نعم بذلك، شيخ. لا بس بأس حضرتك بذلك. الأغنية موضوع بموسيقى يعني أساسها حرام حضرتك، يعني العلة تغيرت كده؟ والله إذا كنت أنت بتفتي، لكن كلامك غلط. بس لا لا، مفتي يا شيخ أنا، بس شيخ أنا حضرتك بس. أجبتك قلت لك هو أسد رأيا منك وأفهم منك. يعني يجوز يا شيخنا يعني؟ يجوز طبعا، أنت أبعدت الموسيقى المحرمة وأبقيت الكلمات الطيبة النافعة، لا بأس. جزاك الله خير. حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا كنت بصلي كنت أصلي، مش با با، دخول الباء على الفعل المضارع خطأ، وأول ما فعل ذلك في مصر أحد رؤسائها القدامى أدخل الباء، يقول لك بناكل بنشرب بننام، مهم اقرأ القرآن كله ما في أي باء فعل مضارع دخل عليه حرف الباء. كنت أصلي؟ أيوه، مش كنت بصلي كنت أصلي، كنت آكل كنت أنام، مش كنت بصلي كنت بذاكر كنت با با با، ما في با. تفضل.
بنصلي، فالإمام اللي كان يصلي بنا أخطأ في الفاتحة، أخطأ في التشكيل وفي التجديد، كان يقرأ بدون تجديد، وكان يقرأ يرفع المكسور ويضم المنصوب يعني، وأخطاء مثل هذه يعني. أنا كنت بسأل عن حكم صلاة المأمومين خلفه. صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. إن استطعتم أن تبدلوه بإمام آخر متقن لا بأس وهو أحسن، إن عجزتم صلاتكم صحيحة وصلاته هي اللي فيها الخلل. يعني الإسم عليه يعني. الله يسلمك، بارك الله فيك. باستثناء الفاتحة يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت سؤالين بس. تفضل. شيخنا بالنسبة للتتبعات الإمام الدارقطني للإمام البخاري، هو كنت أستشكل إن الإمام البخاري هو أعلى في العلل وفي علوم الحديث، فكنت أقول ممكن يكون مثلا الإمام البخاري وقف على شيء في الدارقطني أو كده، أو مثلا طريق تاني ما شافوش الإمام. لا كده نقذف بالغيب، إمامنا الذي أبرزه البخاري والذي أبرزه الدارقطني نناقشهما بس. طيب شيخنا عايش سؤال تاني، شيخنا لو اذا سلم غير المسلم على الواحد هل يجوز ان يقول وعليكم السلام؟ يعني يرد عليه باللفظ وعليكم، ما يزودش عنها يعني. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكايه شيخنا الفاضل، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل. عايز حضرتك ثلاث حاجات سريعه يا شيخنا. اتفضل. عايز حضرتك، انا كنت بدفع يعني المفروض الزكاه بتاعت مال هتبقى في شهر رجب ان شاء الله. أيه. في امور بتيجي دلوقتي قدامنا يعني بتبقى حاجات مزنوقه جدا، فبندفع ساعات من الزكاه مقدما. جائز ان يخرج الشخص الزكاه مقدما، لا باس بذلك. طيب الحساب بعد كده لما يجي بقى عليها شهر رجب، اما اجي احسب الحسبه من الاول بضيف اللي انا دفعته في الاول عليها وبعد كده احسب 2.5%، ولا طبعا الحساب بيكون ازاي حضرتك؟ طبعا يعني كاني رجعت تاني الفلوس واخد 2.5 وبعد كده اشوف بقى اطرح منها. أي الله يسلمك. طيب تاني حاجه حضرتك عايزك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لك يا شيخ. الحمد لله. والله يحفظك في الله. طيب معك أحمد. سؤال، عندي سؤالين بارك الله فيك. اتفضل يا عم. الأول في الصلاة عند السجود أوقات في بتاوب، هل لازم أنا أحط إيدي على بقي وأنا ساجد وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليقظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل قدر الاستطاع. يعني أي وضع يعني؟ قدر الاستطاع. طيب سؤال كان الله يخليك ومهم جدا يعني، يا ريت بس ساعة صدرك الله يخليك. احنا نعيش في بلاد غير المسلمين، وكان في المجلس الإسلامي الأوروبي حلل شراء بيت بالكارد اذا هو اول بيت وبتشتريه للسكن مش للتجاره، مع العلم ان دايما القسط الشهري بيكون اقل من الايجار. وما هنا معروف، معروف السؤال، سؤالك مكرر، سؤالك مكرر جدا. ليست العبره في تحريم الربا ان الايجار اقل او التمليك اقل، ليست هذه العبره. العبره هل هو ربا او ليس ربا بس. هو اكيد هيبقى قرض، خلاص قرض ربا وحرام، قرض ربا وحرام، ومن ثم التفصيلات التي تنطوي تحت كلها غلط. افادكم الله. اياك، بارك الله فيك يا اكرم زكي. السلام عليكم. قرض ربا وحرام. السلام عليكم. التفصيلات التي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن سؤالين يا شيخ؟ اتفضلي. السؤال الأول، والدتي طلعت الزكاة المال بتاعتها لابن خالها كان مديون. معذرة، كل ما تقولي والدتي أو والدي قولي الله يحفظها، الله يرحمها. الله يحفظها. ماشي. الله يحفظها ويبارك في عمرها يا رب. طيب. هو كان مديون، فهي أخرجت الزكاة بتاعت مالها له. لأخيها، لأخيها بس هي الدين بتاعه كان. عفوا عفوا، بس أفهم بس واحدة، أخرجت زكاة مالها لأخيها المحتاج. أه طيب وبعد؟
هو الدين بتاعه كان شاري لابنه تليفون بالقسط، والست اللي هي شارين منها التليفون زودت عليهم بالربا يعني. يعني ربنا يعافينا ويغفر لها يعني، هي زودت عليهم بالربا. وهذا الهاتف كان ضروريا للولد او غير ضروري؟ تليفون، كان عاوز تليفون. لا يعني ضروري في مدرسة ولا في جامعة ويحتاج تليفون لمتابعة البرامج، ولا يتدلع بالتليفون؟ لا هو ما بيروحش الجامعة يعني، التليفون زي الشباب وخلاص. نعم نعم. بس فأنا بقول لها لا حاجة يعني، لن أدفع زكاتي لمثل هذه. إيه؟ لن أدفع زكاتي لمثل هذه الحال. طيب سؤال تاني. هل يجوز إن أنا أقصر في صلاتي مثلا من مسافة 50 كيلو سفر؟ قولان للعلماء، فالمرد هذا إلى العرف في بلادكم، هل تعتبرون هذه المسافة سفر أم لا؟ لا، ما أنا عن نفسي ما بعتبرهاش سفر. زوجي اللي بيقصر يقول لا ده سفر. تتم لا، رأي الجمهور على رأيك، رأي الجمهور هو رأيك أن هذه المسافة لا تعد سفرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك فيك يا شيخ ويحفظك. وياكم وياك، تفضل. بارك عمرك. أسألك الدعاء. الله يوفقك. سؤالي، ينفع إخراج الزكاة لأهل غزة؟ ينفع، بس لكن أقصد تشوبها اجعل جزء منها صدقة. عطاء يعني، أنا أعرف زكاة المال بتطلع مال يعني. أي بس ما لا يستطاع إيصال المال إليهم الآن. صحيح، لاني ما فيش حاجه يشتروها بالفعل، حتى لو وصل ما فيش حاجه يشتروها هناك. يجوز يجوز، وفقك الله. بقى غذاء ودواء، الله يكرمك. يجوز يجوز، ربنا يبارك فيك. ضروره في الاحوال العاديه لا يجوز، لكن هذه يجوز لان ما يستطيعون يفعلون شيئا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شغل عبد الرحمن مكيف عشان الجو حر. تفضل. ازيك يا مولانا؟ طيب الحمد لله. تفضل. مع حضرتك محمود. تفضل يا محمود. معلش عايز اخد رايك في حاجه بس. انا عندي في الشغل، انا بدات شغلي من سنه ونص في مشروع خيري ده في المملكه العربيه السعوديه، تمام. كان في الاول كانوا بيقولوا لنا ان الملابس، كنا بنستقبل ملابس، في الاول كانوا بيقولوا لنا ان الملابس دي بتروح للمحتاجين وكده، وكان في جمعيه خيريه متعاونه معانا والكلام ده، فاحنا كنا بنكلم العملاء على اساس كده، تمام. فاحنا عرفنا بعد كده ان الملابس دي جزء منها بس اللي بيروح للمحتاجين، وجزء كبير منها بيتباع. وانتوا كنتوا بتباعوها بتخفيض من اجل انها تذهب للمحتاجين؟ لا، كان بيتباع من غير ما العملاء تعرف. فاهم، فاهم السؤال. يعني الشغل تكون... هنا حلال في الموضوع ده ولا حرام ولا ايه؟ السؤال قاعد السؤال، لان مش فاهم كده القصه بالضبط. هو احنا قلنا احنا بنستلم ملابس من الناس على اساس ان احنا نتبرع بيها يعني. ملابس مستعمله. مظبوط. الناس ياتونكم بالملابس المستعمله كي توزعونها لمستحقيها من الفقراء. مظبوط. فجزء منها يوزع الفقراء وجزء يباع. مظبوط. من الذي يبيعه وياخذ الثمن؟ انتم ولا من؟ لا، يعتبر احنا المديرين، الشركه هي اللي بتبيع وبتاخذ الثمن. طب ما انتوا كده حراميه. هم بيقولوا كده، فانا يعني كده انتوا لصوص يعني. انتوا بتاخذوا الملابس المستعمله من الناس على اساس توزعوها للفقراء المحاويج، بتاخذوا توزعوا جزء والغالب تبيعوه وتاخذوا ثمنه. هنقول النص والنص يعني، ممكن النص يبقى طيب نصكم بتسرقوا نصف وتاخذوا نصف يعني. صح ولا انا غلطان؟ مظبوط. الكلمة يعني شديدة، لكن هو ده الصح يا حبيبي. بس هو هم يعني الحجة بتاعتهم ان احنا النص اللي بنبيع منه الملابس ده بنوزعه على على المرتبات وعلى الحاجات دي. مرتبات ماذا يعني؟ في غيركم ممكن يتطوع بالتوزيع. تمام. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ، ممكن سؤال؟ اتفضلي. انا كنت في فتره رضاعه وفتره حمل، فكان بيبقى اوقات في يوم رمضان، تمام. فاربع سنين بالظبط يعني، على مدار اربع سنين يعني، مدار يعني جبت ولدين، ما صمتش رمضان لا في رضاعه ولا في الحمل لظروف صحيه يعني. ف
فانا ما قضيتش منهم ايام خالص. ممكن اعمل ايه؟ في ذمتك الله يوسع عليك كده وعافيك وتصوميهم اذا عافيتي. لازم صيام صح؟ اي نعم. في خلاف شوية لكن دي الأحوط اللي الناس يختاروا، إن الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا. وأنا أعتقد أن الحامل بمنزلة المريض لقوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن. تمام، مع السلامة. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله طيب. يعني ازاي ندعو اطفالنا دون البلوغ، اولادنا دون سن البلوغ للصلاه؟ يعني حضرتك تعطينا يعني امثله او نقول لهم ايه يعني؟ والله الاول اول شيء تدعو الله لهم بالهدايه. ثاني شيء تذكرهم بان الله تعالى يراقبهم وان هناك يوم اخر. وانا اعتقد هناك اليوم الاخر، إن هناك اليوم الآخر فيه تجزى كل نفس بما كسبت، والله أعلم. طب سؤال تاني يا شيخ مصطفى. نعم. الله خير. إذا دعينا، إذا دعيت لفرح وكان في مخالفات شرعية، نذهب قبل الفرح للمباركة أو بعد الفرح. يعني في رقص يعني ولا إيه بالضبط؟ يعني فرح فيه مخالفات. أيوة، عن مخالفات سيئة جدا يعني ولا مخالفات تعتبر يعني؟ يعني اختلاط شباب مع بنات، اختلاط رجال مع نساء. لا تذهب وتناهى عن المنكر مع صاحبك. نعم. لا تذهب وعليك ان تتناهى عن المنكر مع صاحبك. نعم. لا يعني نذهب قبل المناسبة. لا تذهب من الاصل، لازم تعرف ان في معاصي ستقوم. قل له يا اخي يا حبيبي انا يشرفني ان اجلك، لكن في اشياء تغضب الله فلن اتيك من اجل هذا، بكل وضوح. نعم. ولا بعد المناسبة لإعطاء مجاملة؟ ولا بعد المناسبة. لازم نتناهى المنكر يا جماعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. بارك الله في عمرك. في عمرك، بارك الله. معلش يا شيخ استفسار بس، كان أخويا كان ثبت على زوجته حاجات غير اخلاقيه. تمام. الو. وبعدين ما تغلطش اكتر من كده يعني. يعني لو كنا هنسمع انك هتتكلم في زوجة اخيك والناس قد تعرفك، الكلام ده لا يرضي الله. تكلمنا على الهاتف الخاص فيه. طيب ممكن حضرتك الرقم الخاص؟ 0153333883. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخنا؟ الحمد لله بخير. إيه كان ليا بس استفسار عند حضرتك. اتفضل. إيه حديث اللي في البخاري من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب إلى آخر الحديث. بعدل تمرة. يا شيخنا؟ بعدل تمرة. أيوه. دخلت في البخاري لقيته كاتب تابعه سليمان بن دينار لحد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. سورة الحديث كده شيخنا، هل ده معناه ان هو معلق ولا ده هو صحيح؟ لا، ما هو لازم اورد سندا اوليا. ما السند الاول؟ في سند اورده البخاري من طريق مثلا يحيى عن خالد عن ابراهيم عن انس، فبعد كده يقول لك تابعه محمود عن ابراهيم عن خالد عن انس، فتكون يعني سورته صحيح ما فيهوش اي حاجه يا شيخ. اي لازم التعويل على السند الاول. السند الاول مظبوط، يعني هو كده ما فيهوش حاجه. صحيح، تابعه المتابعه هذه اللي تكون معلقه، لكن السند الاول هو التعويل عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. بارك الله بعمرك. اياك. أحبك الله. تحرك بسرعة وارفع صوتك، الله يغفر لك. الله يعطيك العافية يا شيخ. أسألك سؤال بعد إذن حضرتك. أنا لو بصوم 3 أيام في الشهر مثلا، أيوه، ويصادف إن أنا بصوم الجمعة فيهم منفرد، يجوز ولا لا يجوز؟ ما هو كيف هتصوم الجمعة منفرد يعني؟ تصوم 3 أيام متصلة ولا إيه؟ لا منفصل.
مناسبه. اي نعم ظروف صحيه شويه شغل ما بقدرش. اذا كانت هناك ظروف صحيه تدعوك الى صيام الجمعه منفردا لا باس. طيب تمام. سؤال ثاني يا شيخ بعدين حضرتك، انا لو بسمع حضرتك دلوقتي في الفتاوى واسال الاخوه الاخرين، هل ده يعتبر مجلس علم وجاز عليه؟ ان شاء الله. ما هو مجلس لغو يعني، شايفني بنلغو يعني. الله يغفر لك. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي حضرتك سؤالين بس بعد حضرتك. اتفضل. ايه هو التشدد من وجهه نظر حضرتك؟ نعم. ايه هو التشدد من وجهه نظر حضرتك؟ التشدد؟ او اللي مثلا لما حد من اهلي يقول ده اللي بتعمله ده تشدد، او ده بعيد عن اهل السنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام له هدي في هذا، وأنت اتجهت إلى التحريم لما أحله الله، أو تحريم يعني الأمر المباح جعلته محرما، في تفاصيل لصور التشدد. أنا سؤال لحضرتك كان بوجه عالي. نعم؟ سؤال لحضرتك بوجه عام، إزاي أعرف إن أنا بعمل تشدد أو لأ؟ قيس نفسك على الكتاب والسنة. انظر ماذا قال الله وماذا قلت أنت، انظر ماذا فعل رسول الله وماذا فعلت أنت. السؤال الثاني لحضرتك، ايه راي حضرتك في الشيخ صلاح الفوزان؟ عالم من علماء المسلمين. جزاك الله كل خير. وياك. هل اذا كنت متوضئا ولمست نجاسه ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، لكن اغسل يدك. اغسل يدك. يقول أعمل مبرمجا للتليفونات المحمولة، وحاليا أعمل في بنك، وأكثر العروض المقدمة لي العمل في البنوك. عملي باختصار هو برمجة تطبيقات للبنك، ويوجد في التطبيقات طلبات للقروض. لا تبتعد عن هذا العمل، الله يحفظكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ اتفضل. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. استاذن حضرتك بس، احنا في جمعيه خيريه وسؤالين بس كده الله يكرمك. اتفضل. زكاه المال وزكاه الزروع، هل يجوز تاخيرها يعني لحين اخراجها من قبل الجمعيه، ولا مرتبطه بالموعد اللي خرجت فيه من المزكي نفسه؟ لا، اذا المزكي اذا اخرجها المزكي وتاخرت عند الجمعيه لا اثم على المزكي. لا اثم على المزكي. لأن أبا هريرة قال: وكلني رسول الله بحفظ زكاة الفطر، فأتى رجل في الليلة الأولى. قصة الشيطان يعني. وفي الليلة يعني الجمعية يبقى عليهم إثم، ولا يعني الجمعية تبادر بالإخراج، لكن في شيء إذا كانت الجمعية على سبيل المثال يعني لم تجد مصارف يختلف الأمر، لكن أمام المصارف تلزم بالإخراج. يا مستر محمد سلطان، خليك حاجة غير المستر يا عم، مش لازم نكون مستر. هل يجوز قضاء؟ عفوا. السلام عليكم. هل يجوز قضاء صلاة الضحى لمن فاتته الضحى؟ نعم يجوز. قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر لما فاتته صلاها بعد العصر. صلاها بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. الاسبوع اللي فات يا شيخنا طبعا كان عندنا فرح لناس جيراننا. بعد. تمام؟ وانا متجوز بقالي 7 سنين. ايوه. فمراتي راحت عند ناس جيراننا وخدت ختمين من الذهب بتاع الناس بتاع جيراننا، تمام؟ سرقتهم يعني ولا قرض؟ خدت ختمين من يعني سرقة ولا قرض يعني افهم. سرقة. سرقة، الله يهدي همك. فدلوقتي حصل مشاكل وبعتها لجامعتها. بعت امك؟ لا، بعت مراتي لجامعتها. مين اللي سارق؟ مراتي. مراتك هي سرقت ختمين من من الجيران. بعدين؟ وبعدين انا وديتها لجامعتها دلوقتي، وهي دلوقتي واقفه على الطلاق.
طيب ترد الختمين وتستغفر. طبعا البلد عندنا عرفتها ان هي سرقت وكده، وناس كلها يعني ايه عرفتها ان هي حرامية وكده، فانا مش عارف اعمل ايه. تابت ورجعت الخواتم ولا لا؟ اه رجعتهم. اه خلاص استر عليها بقى اذا اردت ان تستر عليه. يعني هي معك حرامية على طول ولا المرة دي فقط؟ يعني انت المرة دي فقط بس يا شيخ. استروا عليها كده الله يكرمكم وتعللوا بأي علة وردوا الأشياء لأهلها فقط. ما احنا ردينا الأشياء لها، بس يعني دلوقتي يحصل أي حاجة يقولوا مثلا نجيب مرات فلان هي اللي سرقت وهي اللي كده، وسيرتها يعني اتنشرت في البلد عندنا. عندك أولاد منها ولا إيه؟ مش عارف دلوقتي أعمل إيه، أطلقها ولا أعمل إيه بالظبط؟ عندك أولاد منها ولا لا؟ معي منها بنتين أهو. والله أنا في الحقيقة دي إذا كانت هذه الأخت تابت توبة نصوحا فباب التوبة مقبول. على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سرقت وقطعت يدها وتابت توبة نصوحا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفاك الله وعافاك. وإياك يا رب. بخصوص السؤال اللي قبل ذلك اللي الأخ اللي سألك على الجمعيات يا شيخنا. أيه. جمعيات كف اليتيم أو الجمعيات تقوم بجمع زكاة المال وتخرجها على هيئة مرتب شهري 100 جنيه أو 200 للأسرة. لا هو كان يسأل عن زكاة الفطرة الله يغفر لك. طب انا اسال دلوقتي على زكاة المال، عندنا الجمعيات في أيوة بلدنا. زكاة المال وصلتها الاموال منك عفوا الهيئات القائمة على كفالات الايتام والفقراء وصلتها الزكاة منك، خرجت الزكاة من ذمة المزكي واصبحت عندك انت كولي للسفهاء، فرأيت ان السفهاء هؤلاء لضعف عقلهم او لصغر سنهم يحتاجون الى تجزئة المال، لك أن تجزئه إذا دعت مصلحتهم إلى ذلك. أحيانا يا شيخنا ما يكون يحتاجون مثلا لمبالغ كثيرة، لكن نقول لا 100 جنيه فقط أو 200. لا أنتم تنظروا إلى الحاجة ولي السفيه ينظر. لما كلمناهم لا ما هم يقومون يقول إحنا عندنا أسر كثيرة. ما هو لهم حقهم أيضا في هذا الباب، لأن الأسر خلاص رتبت نفسها وهم أيتام وصغار لا يستطيعون الكسب، على أن تأتيهم من الجمعية كل شهر 200 جنيه يضعوا شيء جنبه ويمشي حالتهم، فلهم عذرهم. يعني يجوز هذا الأمر؟ يجوز. قلت لك أن الرسول عليه السلام أرسل أبا هريرة يحرس زكاة الفطر، فأتاه الشيطان في اليوم الأول والثاني والثالث، دل ذلك على أنها كانت موجودة، وأرسل العرانيين مع إبل الصدقة فكانت موجودة إبل الصدقة. طب يا شيخنا رجاء ان يعني يا ليت يكون لقاء الفتاوى باكرا كهذا اليوم، لان عندنا الكهرباء تقطع قبيل الساعة 12 ان شاء الله، لان وقت عندكم في وقت وقت عند اخرين في وقت اخر. الله المستعان. تفضل. جزاك الله خير يا شيخنا. وياك الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالكم يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى في صفحات كتير على الهاتف، في بعضها بيدعو يعني ينشر النصرانية وبعضها ينشر الإلحاد ويدعو للعلمانية والتشيع، الصفحات دي كلها الأولى إن أنا أعمل لها حظر ولا أرد عليهم؟ أسيبها علشان أرد عليهم؟ إذا أنت قوي وعندك علم تستطيع ترد، رد وأفحمهم. الله يبارك فيك. إذا كنت ضعيف بالنسبة للآية. أيوة. إذا كنت ضعيفا رسالة. ها؟ وصلت المعلومة وصلت. ماشي اتفضل. أقول لحضرتك طيب بالنسبة للإعجاب اللي أنا بعمله على الصفحات اللي أنا بتابعها زي صفحة الشيخ مصطفى العدب وغيره. أنا بدوس على الإعجاب وأنا ببتغي وجه الله، يعني هل لنا أجر في الإعجاب أو والله إذا كنت تقول هذا شيء طيب وفي خير للناس وتحث الناس عليه انت مأجور، لكن لا تشهد زورا.
لا طبعا اعجاب على صفحه الشيخ مصطفى العدوي وعلى لا يعني بزكي نفسي يعني انا اقول لك عموما تقول كلمه حق تساب عليها ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا كان عندي سؤالين. اتفضل. اول سؤال نرجو من حضرتك ان تدعو لفضيله الشيخ مصطفى كرامه ان يفك الله اسره. الله يفرج كربه، متى دخل السجن الشيخ مصطفى؟ لا بقى له سنين ربنا يفك اسره. مصطفى سلامه المختص باصول الفقه ولا غيره؟ نعم نعم. رجع ثاني السجن؟ اه. الله يكشف عنه الكرب يا اخي. الله يفرج كربه وكرب كل يا شيخنا. قولك في الشيوخ اللي بيقولوا ان احنا لابو عبيد ان هو يجاهد بالشرع، تكلمنا امس بما فيه الكفايه، ممكن ترجع الى بالامس الى درس الامس وتجد الكلام متسع، ولكن انا اقول لك ابو عبيده نفسه ابن الجراح كان بيقاتل بايه؟ بالسيف. بالسيف. والرسول عليه السلام قاتل يوم واحد بماذا؟ بالسيف. ويوم بدر؟ بالسيف. وقال الله تعالى أكمل الآية فاضربوا فوق الأعناق واضربوا أكمل لا لا أذكر أضربوا من كل بنان وأعدوا لهم ما استطعتم من ماذا من قوتي ومن رباط الخيل وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. الفتوحات الإسلامية التي تمت بماذا؟ بالسيف. ولا تمت فقط بالتذكير بأحاديث رسول الله فقط، احنا نجاهد بالسيف وبالكلمه وبكل شيء متاح، لكن الرسول والذين امنوا معه جهدوا باموالهم وانفسهم وجهدوا به جهادا كبيرا بالقران وبالسنه كذلك، لكن لا يعني هذا ان نترك السيف ونترك اهل الكفر يدكون بلاد المسلمين ونقول لهم يعني كيف اجاهدهم بالسنه، هم دكونك بالصواريخ ويدمرون مساجدك. أنت تسمع نصوص، اقرأ نصوص القتال في كتاب الله. نعم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين. علي بن أبي طالب خرج يبارز بالكلام ولا خرج يبارز بالسيف يوم بدر؟ نعم بالسيف. يعني مش عارف، ما أدري هؤلاء الناس. غريب أمرهم من واحد يقول يحكمك الكافر اليهودي المجرم. يقول يحكمك الكافر اليهودي، ولا هل الإخوة في، لأن أريد ألفت النظر إلى مسألة، هل يجوز التحالف مع كافر من الكفار ضد كافر آخر أظلم أو لا يجوز؟ أسألك يعني في واحد أكلمك بشيء يسير، أنت في البلدة عندك واحد بلطجي قوي شوية، كل ما تمشي يضربك لطمة ياخد فلوسك، في واحد بلطجي اكبر منه لكن بحبك شويه، ورحت له قلت له امنع حوش عند البلطجي الثاني، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز طبعا. طيب طيب الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تحالف مع خزاعه وهم يعبدون الملائكه ضد بني بكر بن سعد وضد مشرك قريش، تحالف مع يهود بني قريظه ضد الاحزاب المشركه يوم في غزوه الخندق، قال ستصلحون الروم صلحا امنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم. فتجوز الاستعانه بالكفار حتى بالكفار لدفع شر اعظم. ودوت خارج يثبت المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. يا شيخ اذا انا ما كانش معايا فلوس وحط طلعني حج يعني بفلوسه، فهل لي نفس الثواب اذا طلعت من مالي؟ انت ماجور ان شاء الله، انت ماجور وهو ماجور ايضا. تمام، شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يقينا مدفون رأس سيدنا الحسين بمصر؟ من قال كذا؟ سيدنا الحسين أين
قتل رضي الله عنه، لم يقتل في كربلاء؟ نعم. طيب اللي جابه مستار يعني ولا مش عارف؟ هناك كتب وأقوال تقول أن حملته قتل السيدة زينب إلى مصر. والله يا أخي الكريم اللي نعرفه أن الحسين رضي الله عنه قتل في العراق، يعني هل ما فيش واحد مات يطير بعد ما مات كما قالوا؟ هل مقام التلف ما تكون فيه هو أم لا؟ والله ما أعرف، أنا ما شفته، لكن الظاهر غالب ظني أنه ليس هو، إنما الاسم تسمى بالمسجد تسمى باسمه فقط، أما أنه هو طار من العراق إلى مصر ما طار. أما المقام الضريح فاضي لم يسمى فيه؟ والله يعني ما فتحتوش يعني، لكن الحسين مقتول في العراق. بارك الله فيك مولانا. فيك. وحتى لو في الحسين يعني هنعمل إيه يعني؟ لا بس الخلافات اللي هي يعني هل الحسين رضي الله عنه بارك الله ووالديه يكشف الضرة ويجيب المضطر؟ نعم إذا بقى. ها؟ رسول الله محمد بن عبد الله يكشف الضرة ويجيب المضطر؟ لا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو هو نعم بالله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. الله يسلمك. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. وعليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وفي عمرك بارك الله، اتفضل. الله يكرمك. أنا شيخ مصري مغترب في السعودية وعملت عمرة من كم يوم ليا. وحاليا ربنا كرم والكفيل هيطلعنا أنا والناس اللي معانا عمرة ثانية إن شاء الله. يشكر، سلمنا عليه وقول له مشكور يا كفيل. الله يكرمك. الله يكرمك. حاضر. وياكم. انا دلوقتي عايز اعمل عمره لستي المتوفيه والده ابي وستي المتوفيه والده امي، هل يجوز اعمل لهم الاثنين في نفس اليوم؟ يعني لبيك اللهم لبيك عن سميحه وستيتا ولا ايه بالضبط؟ لا هي واحده فقط لكل واحد. واحده فقط لكل واحد. لكل واحده. اما تعمل عمرتك الاولى، تعمل عمرتك الاولى عن سميحه مثلا، ممكن تروح المدينة وتجيب عمرة عن ستيتا مثلا. لكن طول ما أنا في مكة أعمل عمرة لي أنا بس. أو هذا الوارد، هذا الوارد. الله يحفظك. تمام. أيوه. ما أضحكك يا عمر. هل وافق عندك سميحة وستيتا شيء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الجليل؟ الحمد لله. عزك الله شيخنا. شيخنا آيتان في كتاب الله سبحانه وتعالى، الآية الأولى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نعم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فهل الأرض تبدل والأولون والآخرون أين سيكونون؟ والله وردت بعض الأشياء أنهم في ظلمة دون الجسر، والله أعلم، هذا الذي ورد فقط. نعم. آه. الآية الثانية شيخنا الحبيب قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك والحاضرين والسامعين أن يجعلنا منهم يا رب. آمين. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. شاء ربك ألا يخرجوا منها. يا أهل الجنة خلود فلا موت. تمام. ماشي. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم شيخ مصطفى؟ طيب والحمد لله. ما حكم الحب قبل الزواج يا شيخ؟ حكم ايه؟ حكم الحب قبل الزواج. ماذا تصنع في هذا الحب؟ حب عفيف يا شيخ مصطفى، يعني ما توابعه؟ يعني هو في القلب، أنت بتحب مثلا سميها اي واحدة اللي انت عارفها، هي حبها في قلبك. نعم. لكن ما ابرزت شيئا يخالف امر الله لامر رسوله، شيء خارج عن ارادتك الحب. نعم. طب النظر شيخ مصطفى. ها؟ النظر. نظر لمن يا حبيبي؟ لا يعني. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. سئل النبي عن نظر الفجاء فقال اصرف بصرك، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يعني تريد منا ان ننظر لاختك او لامك؟ لا. طب ليه؟ طيب ما اختك واحده زي البنات.
ليه يعني انت زعلان يعني؟ تخلي اصحابك يشوفوها. ولا ولا الله يكرمك. هل ترضاه لاختك؟ ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. ماذا عندك؟ لو سمحت يا شيخ، وانا لو هركب القطر قبل صلاه الفجر، الله يوفقك، بعد شروق الشمس، المفروض اعمل ايه؟ صلي في القطار. طب واقف ولا قاعد؟ ان استطعت ان تقف مستقبلا قبل افعلت، والا على ما تيسر لك. لو ما عرفتش اقف في حته ممكن وانا قاعد، حتى لو مش باتجاهي. ما انا جاوبتك. صلي قائما فان لم تستطع فقائدا، فان لم تستطع فعلى جنب، واتقوا الله ما استطعتم. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخنا. الحمد لله. اخر ثلاث اسئله ان شاء الله. السؤال الاول، ما حكم استخدام بعض ايات القران الكريم في سياق الحديث عن المصحف؟ عن ايه؟ في سياق الحديث عن المصحف، يعني واحد بيقول مثلا نكته، وواحد بيقول مثلا بان واحد مثلا بيغش في اللجنه، فايه؟ فبيكون نظره على الورقه فاستشهد بآية بصرك اليوم حديد. لا، هذا بهذا التوصيف اللي ذكرته لا يجوز هذا. طيب ماشي. السؤال الثاني، ما حكم وصف العز وجل بانه يعني ايه يغور واحد؟ ايه؟ يغور. يقول الله يغوره. رد يعني ها؟ يعني واحد يقول ربنا يغوره بذاته. الله يذهب شرك عنا افضل. نقول يوجد جرب سيء دخلت عليه ووجدت رساله خديشه الحياء من امراه، فارسلت اليها رساله خديشه الحياء فسبتني وشتمتني، فاستفقت واعتذرت لها. لا يلزم ان تعتذر لها، خلاص انتهى الامر، الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فضيله الشيخ. نعم تفضل. حضرتك موقفنا نعمل ايه دلوقتي في الازمة اللي احنا فيها؟ قل يا رب انتقم من اليهود ومن من ساعدهم ومن من عاونهم ومن من خذل المسلمين. ادعو ربك بهذا. ولو تستطيع ان ترسل لهم شيء ان تساعدهم به بارك الله فيك. جزاكم الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو سمحت يا مش مصطفى. نعم تفضل. في بيت ورثة تم تقسيمه على المشايع. نعم. بيت ورثة تم تقسيمه على المشايع. طيب وبعد؟ منزل قديم، وقام أحد الأشخاص بتربية بعض الأغنام في هذا المنزل القديم دون أخذ إذن من بقية الورثة، هل يجوز ذلك؟ يدفع الإيجار لهم. نعم. يدفع لهم الإيجار. الله يسلمك. وله نسبة في الإيجار أيضا. نعم. وله نسبة، افترض أنهم خمسة مثلا والإيجار 1000، كل واحد سيكون له 200، فيخصم 200 التي تخصه ويسدد لكل شخص 200. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ. تفضل. والدة حلفت على طفلها أنك لن تأكل من هذا الأكل، قالت له والله من تأكل من الأكل اللي أنا عملته، وجاء الزوج وأعطى له أكل من هذا، فهل عليها كفارة يمين؟ إذا كان ليس لها تحكم في اليمين ليس عليها كفارة. أنت عم الشيخ هي حلفت. أيوه هي حلفت، لكن إذا كان بإمكانها أن تمنعه تمنعه، عجزت عن المنع لا شيء عليها. يعني الوالد اكل الولد غصب عنه. ايوه، وقلت لك الان اذكر لك حديثا لعلك تستنبط منه شيئا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع اصحابه، فجاء رجل وقال يا رسول الله اني رايت رؤيا، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم واراد من رسول الله تعبيرها. قال ابو بكر دعني اعبرها له يا رسول الله، فتركه النبي يعبرها. قال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا.
قال أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. خلاص، ولم يأمره بكفارة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك شيخنا، سؤال بس الله يخليك. تفضل. طليقتي انا طلقته يعني ام الاولاد، وكنا جايبين يعني كان ادخاري في الذهب، ادخاري كان كله انا مغترب يعني. نعم. كل ادخاري كنت بجيب. انا مغترب. انت مغترب وبعد؟ مغترب خارج مصر يعني. وبعد؟ وكانت كل السيفنج بتاعي او التحويش بتاعي كنت بجيب بيه ذهب وبخليها تلبسه. طيب. والله ان الذهب ده للادخار وليس للزينه او الهديه، يعني مش هديه، هو اللي تزين بيه ولكن هو ادخار، هي جت خدت هذا الذهب. هل هو من حقها ولا يعني يعتبر ادخار وجب عليه تردوه؟ يعني هل انت اهديت لها هذا الذهب او كان امانه معها؟ انا جبت الذهب بس احنا عارفين متفقين ان هذا الذهب للادخار. لا يعني انت تسال عن، انت لا تسال عن الزكاه الان، تسال عن تملك، هل هو لها او لا؟ هي اخذت الذهب بطالبها بيه، قالت لا انت مالكش حاجه عندي، ده للزينه والهديه، وانت وده اذا اتيتم احدهما قنطارا فلا تاخذوه منها. يعني هل انت قلت لا يا زوجتي يا حبيبتي يا عسوله هذه الغواشه هديه لك، ولا قلت لها خذي عينها معاكي نجمد قرش لما ارجع نشتري حاجه؟ ايوه لما نرجع او في مشكله او في مثلا محتاجين لفلوس هنضطر ان احنا نفك هذا الذهب ونسيله فلوس. لا نسمع منك ومنها. نعم؟ نسمع منك ومنها، والاولى لها ان تتورع. مع السلامه حبيبي. افهم يا عبد الرحمن. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك، ابني بيحب الرسم جدا، فلو كنت عايزه انمي الموهبه دي عنده هينفع ولا هتكون حرام؟ بيحب ماذا؟ هو بيحب الرسم. ايه؟ فعايزه انمي الموهبه دي يعني مثلا. انا ما سمعتي بيحب ماذا؟ الرسم. 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 ايوه ايوه. يرسم. مش ان هو يكون في حاجه حرام او كده. لا، يرسم ذوات الارواح. يرسم الروح، الشجرة وما لا روح فيه. يعني كل حاجة إلا ذوات الأرواح. الله يكرمك. شكرا. بهذا القدر أجتزي حمدا الله شاكرا لنعمه، صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وأسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. اللهم سدد رمية إخواننا في غزة. اللهم سدد رميتهم واحد كلمتهم يا رب العالمين واخلصنا وإياهم واجمعهم على كتابك وعلى سنة نبيك الأمين يا رب العالمين. على نبيك أفضل صلاة وتم تسليم. اللهم انصر عبادك في غزة. انصر يا رب عبادك الموحدين في غزة على الذين يقولون يد الله مغلولة، على الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، على الذين يبيحون إتيان الذكران من العالمين. اللهم يا رب انصر عبادك نصرا عزيزا مؤزرا، فقد قلت وقولك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقلت وقولك الحق ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.